ربنا يجزيكم خير على اللي انتوا بتعملوه. التنظيم اقصى ما بعرف بصراحه يعني، مع الاقامين على التنظيم انا ما كنتش متصور ان في كفر الشيخ ابناء بالكفاءه. والله الفكره بتاعته جيده جدا، انا يعني مبسوط بيها. معجب جدا 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 بيه، الفكرة رائعة، التنظيم رائع، يعني شكل الموضوع بصراحة إيجابي بكل معاني الكلمة. نشكر طبعا على التنظيم بصراحة، نشكر طبعا على الدعوة، أول مرة يمكن أعمل معاكم حاجة وسعيد والله بوجودي معاكم. حاجة جميلة ورائعة، وأنا كان نفسي وأنا لسه أدوكم كده إن أنا يعني أشارك في نشاط زي ده، بس للأسف يعني أنتوا طلعتوا أحسن مننا يعني، إن شاء الله تبقوا أحسن مننا يعني إن شاء الله. مؤتمر هايل وفكرته هايله كمان، كنتوا انكم تحاولوا، احنا كنا واحنا اللي قدكم كنا بنسال النواب والجنايه اللي ممكن تكون الصوره مش واضحه عندهم اصلا فيدونا صوره غلط، لكن انتوا كنتوا انكم تجيبوا الناس المتخصصه الكبيره والصغيرين برضو اللي لسه طالعين على اساس برضو كل واحد يقول خبرته، الكبير يقول خبرته والصغير يقول الصعوبات اللي بيواجهها برضو في الايه في التخصص بتاعه. هذه فكره هايله بصراحه يعني، تنظيم ممتاز، وانا مش حاسس ان انا الا في مؤتمر زي مؤتمر من اللي احنا بنحضره العادي يعني، انا كده حاسس ان انا مثلا شايل من الكورس. بس دي اول مره احضر هذا النشاط اللي هو التعريف لاطباء امداد وكل البرانشات بتاعه. مشروع كويس وكلام مظبوط جدا. انا طبعا سعيد ان انا جيت النهارده واتكلمت عن التفكير، وربنا يوفقكم ان شاء الله، وشايف الجمعيه ما شاء الله يعني نشاطها عالي جدا، ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا سعيد بالفكره اولا، الفكره دي انا كنت حضرتها من كذا سنه قبل كده في جامعه اسكندريه، بس ما كانش الجمال دوت. في ما شاء الله شباب قاعدين سواء حاضرين تفكيرهم كويس قوي، وانتم جايبين دكاتره ومصدقين دكاتره يعني ما شاء الله على مستوى عالي من الاسلوب ومن الذكاء يعني، حتى بعيدا عن المستوى العلمي ما اقدرش اتكلم فيه يعني. الدكاتره الموجودين كلهم متفاهمين جدا، متفاهمين قوي يعني، حتى يمكن الدكاتره كانوا بيهزروا شويه في انه صعب او يبين الوحش بتاع التخصص، قالوا طريقه حلوه برضه. بس فكره عجباني جدا يعني، انا بحسدكم ان انتوا لقيتوا حد يقول لكم ايه ميزه كل تخصص وايه عيوبه. انا والناس اللي قبلي وشويه من اللي بعدي ما حدش كان عارف ايه مميزات وعيوب التخصصات اللي اخدتها. انا شخصيا ما كنتش اعرف مميزات وعيوب التقدير قبل ما بمنتهى الامانه، فدي حاجه هتخلي ناس مثلا تكون حاطه في دماغها تخصص معين بعد ما تسمع خبره اللي قبلها ممكن تغير رايها او تصر اكتر على التخصص، فدي حاجه كويسه جدا وفي مصلحتكم كلكم. التمر فكرته حلوه جدا، فكرته جديده ما شفناهاش يعني، ما كانتش متكرره يعني، اتمنى انه يتكرر تاني. كويس جدا احسن كده مفيش يعني. المؤتمر كويس جدا طبعا، انا شايف ان الفكره حد ذاتها يعني، انا دايما بفتكر ان الفكره هي عليها 90% من التقدير اي حاجه في الدنيا، فالسنوفلا دي يعني فكره جديده ما اعتقدش انها معموله في معظم كليات الطب الثانيه فيها، انا اعتقد انا استاذ طب طنطا ما اعتقدش ان انا ما حصلش ان انا شفت ده يعني، يمكن يكون مش موجود يمكن يكون موجود اظن، بس انتوا عندكم بتعملوا خدمه جليله جدا، والسنوفلا دي فكره جديده تستاهل الحقيقه الترحيب، و90% من البلاسز اللي هتاخدوها على الفكره انك تقدروا تجمعوا الناس عشان تقدروا توصلوا المعلومه دي، دي فايده عظيمه يعني، فبالتوفيق فيها ان شاء الله. التنظيم كان ممتاز، المحاضرات كويسه، الحضور مش بطال معقول جدا يعني، مجموعه الدكاتره اللي انتوا جايبينها اعتقد انها كلها اسامي كويسه واسامي محترمه، واسامي زيان كين اعتقد معظمهم كين على انه يوصل معلومه، مش يكرر الناس في البراكش بتاعه، ودي حاجه كويسه، مش بيبعد الناس يعني، لكن بيقربهم للبرانش بتاعه، بيقول لهم الحاجات الحقيقه فير انف يعني، اذا كانت كويسه او وحش. بس ده دي فاعتقد انها فكره كويسه وممتازه، وان شاء الله تكون خير ان شاء الله توصل. والله رائع وكل سنه يعني حاضرين مؤتمر اكتر من مره، كل مره من احسن المره اللي قبل، حاجه جميله جدا ومشرفه جدا، وطلعوا للتفاؤل جدا، والواحد حاسس فعلا ان زمان غير دلوقتي غير مفهوم. الحاجات دي ما كناش شايفينها زمان، كنا شفناها زمان ويمكن كان حالنا غير ده. بشكل جدا دعيتوني ان انا اقعد في وسط ناس محترمه صغيرين شباب اصغر من واحد،
يعني يقعد في وسطهم يتكلم شويه كده عن شويه حاجات هو ما حدش قالهاله، ما عرفهالوش التجربه والاختراع هي اللي علمتنا الحاجات دي، هي اللي عرفتنا. فاحنا نحب ان انتوا ما تعدوش الضربات اللي احنا عندنا بيها وتعدوا الحاجات الكويسه اللي احنا عندنا، تمام ماشي الحياه، لان كل حاجه تعطلك ده نتيجه نص ثقه او نتيجه ان انت ما سالتش حد اكبر محترم. طيب الحد الاكبر المحترم ده شيء كويس جدا ان بقى في حاجه هنا تعرفي تقعدي في وسط الناس تسمعي منهم. الكلام ده زي ما الدكتور احمد قال لك دلوقتي، الكلام عمرنا ما كنا متخيلين ان احنا في كفر الشيخ، انا اسف، اللي هي محافظه في دير محافظات الدلتا، تمام؟ اي نوع من انواع الخبره الطبيعيه، يعني شيء كويس ان انتم صغيرين، شيء كويس ان انتم موتيفيتد، ان انتم بتتحركوا بتعملوا حاجه، تمام ماشي الحال، كل مره هتبقى احسن من المره اللي بعدها، تمام؟ كل ما هتطلعي لقدام وتكتسب خبرات كل ما هتبقى الحاجه مور بيرفكت اكتر، كل ما هتلاقي نفسك انت بتلتزم الناس من بره المكان. اكيد شخصيا زي ما كتبت في توصيات مع عمار كده، انا سعيد ان انا موجود النهارده في وسطكم انتوا كلكم، مش عايز اقول لاولادي عشان ما ابقاش عجوز قوي، لكن اخواتي الصغيرين طبعا. انا المجهود اللي شايفه من شباب الاطباء حاجه ما كانتش موجوده زمان، فكر جديد ان الناس تعرف قبل ما تدخل تخصص يعني ايه كل مجال، ايه مميزاته وايه عيوبه، ايه اللي ممكن يبقى غامض علينا في تفسير المجال الطبي او التخصص ده. لازم مهمه الناس السينيورز في هذا المجال انها توضح الصوره دي. فانا شخصيا بشكركم على هذا المجهود، انكم بتحاولوا توضحوا الصوره دي. معلومات قيمه جدا بتتقال من كل الناس الموجودين، اعتقد انها تبقى جايد لكل الشباب. جدا جدا، وزي ما قلت كابتن المستقبل هي كده بتعمل الحاجه اللي كان الواحد نفسه تتعمل. يعني الواحد في الوقت ده بيقول يعني يا ريت الواحد زيكم دلوقتي، لان الحاجات دي في الوقت ده الحقيقه يعني لها قيمه كثيره قوي، ممكن تكون ممكن مش حاسين بنقصها لان انتوا ما عشتوهاش، لكن الحقيقه كل حاجه بيعملها بحس ان هي في وقتها وفايده، وده انا معجب جدا جدا بالنشاط.